احنا ما ناش نساسو راهم اللي بعثوهم لنا اليوم لحظه راهم اللي بعثوهم لنا اليوم راهم تاع واحد حقاره راهم حقرونا وما يحقروا كان ارواحهم. بعث لي وزير الشؤون الاجتماعيه انا استحقوا مقرونه ولا زواور ولا كرني ابيض ولا متاع العجز. حاجتنا التجهيز هو المعلم الكبير اسمه الشاهد ولا اسمه هذا بتاع الملكان دوب الناسيوناليتي اللي ما نستحقوش فاهم، ومتاع التجهيز ومتاع التشغيل ومتاع النفط تجي هنا ورغم الاحرار تستنى فيه سينو راهو تصعيد الى ما لا نهايه. هذاك هو حقنا في التشغيل. تطاوين جبال جدودي الجبس الثانيه في العالم يا معلم، احسن جبس في العالم والجبس بتاعنا خارج من هنا قدام عيوننا هو والنفط متعدي. يا سبسي ماكش قادها سيبها لغيرك، ماكش قادها بالحرام ماكش قادها. ايامات بورقيبه والزين خلاص ما عادش هكا الزعيم ورويق الزيد مشي معاك هكا مشي مع بورقيبه. حريه يا وطنيه تو الواش اللي ذاعت لك برا واش ما جاتش ليش؟ لا تصور انت تصير اي جاست ممكن حتى من فرخ صغار ما تجيش على الاعلام وكل يجي هنا وفيه وصارت وهنا راه الواش تو ما يغطوش تو الواش. ها عندنا 10 ايام تو ولا 15 يوم ما ثم حتى شيء. الشباب اللي يخدموا غادي بشركات بتروليه هذه خدامه ريست اباوت نقولوا خدامه عاديين منافريه عاديين ما عندهم حتى مستقبل وما عندهم حتى إفور يعملوه باش ما ينجمش حتى باش يدخل يخدم ما ينجمش يطمح معناه في ترقية مثلا أبسط حاجة باش يقعد حياته كاملة يخدم في هيك الخدمة وتنجم تكون خدمة سيزونيير ينجم يخدم شهر شهرين تبع مثلا شركة متاع خدمات تخدم مع شركة متاع فراج شركة فراج تكمل التنقيب متاعها تخرج على روحها حتى هو يخرج. نحن من قبل الثورة سيدي جام مشين معناتها ما عندنا حتى حاجة اللي هي معناتها تنجم تغطي النسبة متاع البطالة الموجودة في تطاوين بحكم احنا أكثر نسبة متاع بطالة ما بين جميع الولايات في تونس. خويا العباد كلها حرقت من هنا. علاه خويا ناس تحرق من هنا؟ إذا كان فما بلاد وفيها خدمة وكذا علاش يمشي يحرق؟ بابور السفوار يخلط حي ميت أمه وخويا دعاني فهمتني ولا؟ أنا خويا حل لي اي سوسيتي خويا حل لي معمل تكستيل حل لي خويا جيب لي فاك خويا انا قاري في تونس نمشي 560 كيلومتر مون فرير نحب نخدم هنا نحب نقرا هنا نحب خويا غدوه خويا يقرا لهنا ولدي خويا راه بالنسبه لي انا فاك فيها حركه اقتصاديه كبيره يخدم عطار يخدم الحجام يخدم كل شيء مش كان لي سوسيتي بتروليه راه يحلوا لي مشكلتي. ماكازان جنرال فما ولايه في تونس كامله ما فيهاش ماكازان جنرال ولا سوبر ماركت ولا حاجه خويا رخام من اعز كاليتي هما لهنا في بن احمد ما همش قاعدين يستغلوا فيه وابناء الجهه بطاله. معمل الجبس خويا دي مليار قاعد ياخذ فيهم منين من تراب تطاوين. الصحراء خويا زاد بترول معناتها شركات بالمليارات خويا ما حكينا حتى شيء. احنا خويا من حقنا باش نعيشوا في البلاد هذه خويا راهو حق الشغل حق دستوري خويا. اما انا وقت نجوع في كرشي ما تحكيليش خويا لا على القانون لا على الدستور لا حتى شيء. انا خويا جعان في كرشي نحب نخدم ما تحكيليش على حتى قانون انا ما نطبق لك حتى قانون وانا ديجا بطال ما عندي كيفاش نعيش. يا معلم لا حق تزعره ما ينعطاش عمره له عطيك حقك راه انت انزع دين امه زي ما عملوا القفاصه والقصرني انزع دين امه انت بالحق انزع ما نكسروا حد شيء ما نضربوا حد شيء ما نظلموا حد لكن حقنا بنهزوه بالسياسه بنهزوه بالقوه بنهزوه.